مشاهدينا متابعين لقاءاتنا، لقاء التالي بيجمعنا مع مستشارة المظهر الخارجي ومنسقة الموضة غنوة كساب. بدنا نحكي اليوم عن 7 قطع ضرورية تكون موجودة عندكم بخزانتكم. كلنا بنعرف انه الأوضاع صعبة كتير، بس كمان كلنا بنعرف انه بوجود غنوة فينا عن جد نكون عم نستفيد من الأشياء الموجودة عنا، نغير فيها، وأكيد نكون يعني عم نحافظ على هول الأساسيات اللي ضروري يكونوا موجودين، وهن قليل 7 فقط. تابعوا هاللقاء تتعرفوا تفاصيل أكثر. غنوة صباح الخير، وأهلا وسهلا فيك. كيفك ميسا؟ لين الناس اليوم يلي بالفعل عن جد فاضين أنه يروحوا يعملوا شوبينج، بس كمان بنفس الوقت من تجربة شخصية ومن الأصحاب حوالي كتار كمان من اللي بعد ما فتح رجع السوق ورجعت عم تتخفف التعبئة فشوا خلقهم بأنهم يروحوا، لأنه عن جد حسوا أنه بدهم يكونوا عم بيرجعوا لحياتهم الطبيعية. هو الشوبينج بحد ذاته مورفين للإنسان، أكيد. يعني بتحس حالك راجعة مبسوطة، ثيرابي. أوكي، هلأ نحن بتعرفي بلش الصيف وتقريبا الحجر صار يعني محدود ورجعت شوي حياتنا الطبيعيه، بس اكيد مش على احداث كبيره، يعني ما حدا ما عنده ايفنت بحياته، عنده قربانه او عنده سهره، عنده غدا، عنده عشاء، عنده عرس، بس على الخفيف. رجعت العالم شوي تطلع بحالها، تطلع بخزنتها شو بدها تلبس. اليوم رح احكي عن هدول ال7 قطع يلي رح يساعدونا انه نعمل لوك إليجنت فيمينين وضلني اروح على اي مناسبه او حتى على شغلي بمنظر او بطله لائقه ومرتبه. بدك نبلش اول شيء مع اول ايتم يلي هو البليزر، بس البليزر اللايت كتير محبب، الربيعيه. نبعد شوي عن الاسود. هلا بتقولي ليه ما بتحكيني غنوه بالكارديغان؟ لانه قبل حكينا بالكارديغان، او ليه ما بتحكيني بالبولوفر؟ البليزر هي اللي رح تعطيك الاليغانت يلي طلبتيها، وفيك تلبسيها على كذا اوتفيت، يعني فيني البسها على جينز، فيني البسها على شورت، فيني البسها اوفر دريس، فيني حطها بس على كتافي، فيني روح فيها عشاء، فيني اظهر فيها على شغلي مرتاحه، فيني غير لها بموديلات كمه، فيني يكون مسكرتها، فيني يكون لبستها دغري على اوفرول مثلا او وان بيس. هون عم فرجيهم شوي كل ستيل بليزر شو هو. الالوان يلي هلا عم بشجع عليها باستيل، الكولر الاوف وايت، الابيض كتير عم بيطلع حلو، بس بنرجع بنعيد انه نعرف ننقي الابيض، وانا اليوم بهنيك على الابيض اللي لابستيه كتير مدواكي. سو بدنا نعرف ننقي الابيض يلي بيلبق لنا، واكيد القصه يلي بتناسب المورفولوجي تبع جسمنا. فينا نحطها على شورت، هون مبينه كمان اذا شفتي لابسينها على روب ميدي دريس، يعني اللي بيجي تحت الركبه بضلوا يعطي الاليغانس المطلوبه منه. اول ايتم لك انا حكينا انه هو البليزر. شو حلو عن جد بهيدي القطعه لحالها، قديش غيرنا لوكس وقديش استفدنا مثل ما عم نشوف بعدنا بالصور من عده هون. اذا يعني لاحظتي لبستها اطلالات ممكن تكون مختلفه، شغل جينز وشميز، رايحين نشرب قهوة مع أصحابنا مع الشورتس مثلا، رايحين نقضي بعد الظهر، بعدها هي ذاتها هيدي القطعة وقديش ساعدتنا بديفرنت لوكس. تطلع مينيموم 6-7 مرات كل لوك مغيرة عن التاني بعدك بنفس البليزر. هون عم جرب فرجيهم انه فيها تكون colorful بس على صيفي، يعني يبعدوا شوي عن الالوان اللي لاحقين نلبسهم بالشتاء. يعني بيسالوني انه الجراي ستان باسبارتو، اوكي انا معكم، بس ما هذا اللون رح تلبسيه ترجعي بالشتاء، خليكي بالصيفيه اعطيه الالوان أكتر. الفرحه يلي بتعطيك اكلا يلي ما فيك تلبسيها اصلا بالشتاء، لانه اصلا يعني اللاينز تبع الشتاء اغمق. بس ما هن هلا اللي عم تعرفي كل واحد عم جرب يستفيد من اغراضه. يعني وقت بتجي بتقلي طب اوكي انا عندي وحده سوداء، حلوة السوداء واكيد لازم يكون عندنا بالغزينة بليزر سوداء، بس خليها لوقتها، خليها للشتوية. تاني قطعة بدي احكي عنها هو الفستان الابيض. يعني الفستان الابيض شو ما عملتي بده يكون عندك فستان ابيض بغزينتك، طويل، قصير، كروشيه، وان شولدر، قطعت لهم كذا موديل،
بالفستان الابيض بالصيفيه اكثر لوك بتريحك واكثر لوك بتعطيك الاكلال المطلوب منها، وبتشتغلي عليها بالاكسسوار. يعني فيك تحطي لها كولي، فيك تحطي لها سنتور، فيك تلبسي لها شابو اذا انت ظاهره ستيل رايحه على بارتي بعد الظهر. كثير دارج الطويل يلي كذا لاير فوق بعضهم بيعطيك هيك إيلان كتير حلو. الفستان الأبيض بينلبس مرتاح معك إذا حتى لو رايحة عشية على عشاء، تحطي بليزر فوقك إذا الاي سي ضارب أو شيء وبيقطع عادي. هلا بيقولوا لي الأبيض بده برونزاج، لا مش بالضرورة. إذا عرفتي نقيتي الأبيض وشوية ميك أب زيادة شوية ميك أب يلبق لك، بيقطع الفستان الأبيض بلا ما تكوني برونزي برونزي برونزي. من بعد الفستان الابيض بقى نحكي عن الشوز. الشوز بالصيفيه محبذ انه اكثر شيء ابعد عن الاستيليتو يلي بيجي بالعاده 11 سنتي وطلوع. الاستيليتو بخليه لسهرات، صندال او مسكر ما في مشكل. جرب بالصيفيه ما كثير علي كعب، يعني الخمسة وستة والسبعة سنتي هن يلي بيعطوك اللوك اللي كاجوال وايزي جوينج، منك مضطره تكوني لابسه هالقد كعب كبير. اكيد ما نحترم ظروف كل شغل، يعني في اشغال ابدا بيقولوا مش مسموح الصندال بتكون مسكر، بس بالصيفيه بنجرب قد ما فينا. اكيد البلا اجوجو قد ما بده واحد بيلبس بلا، بس مش ال 11 و 12 و 13 سنتي الا بمناسبات معينه، اذا عندك عرس، إذا عندك عشاء كتير مرتب. القطعة يلي السنة كتير أخذت رهجتها هي اللينن. كتير عالم بتخاف من اللينن، بس اللينن من القطع اللي كتير بتعطي قيمتها إذا عرفتي نقيتيها. كتير بيشتكوا وبيخبروني إنه اللينن بيضلوا مجعلك. حلاوته للينن أول ما تكوني لابستيه أكيد يكون مكوي ومرتب، بس حلاوة اللينن وقتها بيتجعلك. هلا اللينن في كذا نوعية، يعني مفضل نروح على النوعية المرتبة مع كل ألوانه. كتير 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 بيعطيك اللينن بلبسه عشو ما لبستيه، على بانتس كلاسيك ولا على جينز ولا على سكيرت، بيعطيك لوك صيفية. وهي من القطع يلي ما عندك اياها بغزينتك اذا انت عبالك تنزلي على الشوبينج وما تكوني عم تشتري لتشتري. قطعه اللينن بكل الوانها ضروريه بغزينه الصيفيه. من بعد اللينن بدنا هون كان فكرتي اقول لهم انه المصاري اللي موجوده معنا نصرفها على المطارح يلي لازمت لها. مثلا ساك البحر، ساك البحر كلنا بالصيفيه بدنا نروح على البحر، ما كتير محبذ انه انا اروح ادفع حقه كتير لساك البحر. يعني بقدر اقتصد بساك البحر وجيبه شوي سعره مقبول، لانه ساك البحر بده ينحط فيه كريمات، بينحط فيه الميو، يمكن ينتزع، يمكن يجي عليه مية بحر، يمكن تجي عليه مية كلور، ما بأسف عليه اذا جايبته بسعر مقبول. وروح على قصص قش تعطيك جو الصيفية اكتر. تانديك هلا رح نحكي عن الشورت الابيض يلي كتير 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 مهم بالتياب الصيفيه، تقله. لانه الشورت الابيض اذا انتبهت على قماشته، هو من القطع السبعه اللي عم نحكي عنها، اذا عرفت نقيت قماشته، اذا عرفت نقيت قصته يلي بتلبق لي، عندي كذا طلي اقدر ابين فيه ما كانه هو ذاته. يعني اذا لبسته على قميص كم طويل، ولا لبسته على براتيل مع بليزر، ولا لبسته على تشميز اللينن، ولا حطيته على سترابلس، كيف ما برمته الشورت الابيض بيعطي جمال وبيعطي تقل اكثر مما يكون لابسه شورت جينز، قد ما يكون مستوى طوله اذا طويل ولا قصير. اوكي، هون عم نشوف اول صوره للشورت اللي عم جرب فرجيني انه ليكي شو مرتبه وشو مهضومه. قطعت كذا لوك، شي على بلا وشي على كعب، كلهم بالشورت الابيض يلي
عارفة منسقت له غراضه مع السنتور مع الساك، بيعطي الإكلال المطلوبة. في كمان من ضمن السبع قطع هون مثلا، اوكي يمكن رايحه شوي مع اصحابها اكثر، منه لوك منه بيروتيك ابدا ومنه خرج شغل، بس حلو كثير. والاكسسوار اللي بتتلو اياه كمان ظابط. معزومه مثلا على برانش، ليش لا بين اصحابها، حتى هون فيها تروح فيه بيرو، يعني نوعية الشورت، قصة الشورت، طوله للشورت مساعدينا انه تقدر تبين، وشميزتها متقلته كمان عطيته تقل اكثر. السنة في قطعة لازم ننتبه لها كلنا، يلي هي المايو اون بياس. بعرف انه ما الكل بحبوه، بس المايو اون بياس اكثر مايو بحل الجسم، اكثر مايو ما بيعرضك للاحراج في حال، يعني مفضل اذا مثلا انت معزومه على مطرح جديد لإلك، اكيد هن اصحابك بس في ناس غير، شوفي قد ايه بتكوني مرتاحه اذا جربتي تلبسي مايو اون بياس وحسيتي انه انت لبستيه منه مبين لك كل تفاصيل جسمك. هلا كمان ضروري انه هو دارج، هول شفناهم الصور، وانا كل الوقت كنت عم بقول انه انا دائما عندي، يعني مع اني بفضل الدوبياس دائما عندي مايويات اون بياس، لا مثل ما قلتي خصوصا الاميات، خلينا نقول يعني انت عم تقولي يتعرض للاحراج واحد وقتها ينعزم عند حدا مع الاولاد، اذا عم تلعبي معهم بالمي عن جد بصير مرات كثير بيساعد كوارث. بقى دائما بس كون رايحه مع الاولاد اي ميك شور انه البس الان بياس. وكمان مثل ما قلت في شو بيقولوا خطا شائع بيقولوا انه ببشع الجسم، ابدا ابدا ما ببشع الجسم، من احلى القطع على الجسم بالفعل مثل ما قلت بناخذك معنا. هلا بس بدي اقول لك شغله، هي الجمعه الجايه رح يكون موضوعنا عن سويم سوت، كيف بنختار المايو، لانه كثير بنسال عنه، لانه كثير عالم ما بتعرف اي قصه بتلبق لها، التريانجل، الكاب، البالكوني. سو الجمعه الجايه رح يكون الموضوع عن المايو. هو سبع قطع بدي بس فسر انه للعالم مش مجبورين فيهم، بس هدول يلي رح يعطوكي مثل اضافه لغزينتك في حال حبيتي هلا تنزلي على السوق تشتري، او في حال موجودين عندك. ما نشتري اشياء مش عايزينها مثل ما قلتي، هيدي على طول بقولها، ما نشتري قصص مش عايزينها، وما نشتري قصص بقول برجع بلبسها. يعني كل دوري انه وعيهم على اخطاء بنوقع فيها، وانا كنت وقع فيها قبل بلا ما احس. يعني ياما بتصير بتفتحي خزانه بتقولي ايه صار لها عندي اربع سنين ليكي بعدها بالاتيكيت، ليه؟ لانه وقت اشتريتها ما كنت عارفه على شو بدي البسها، وبعدني لهلا ما عرفت على شو بدي البسها. مشان هيك تنظيم الخزانه يلي على طول بعيد عنه، انه بليز بين موسم وموسم اعملوا ديتوكس للخزانه وشوفوا شو النواقص. اوكي بعرف انه هلا في كريز والعالم ما عم تنزل على السوق، بس انه الحياه مستمره، مش ضروري انزلوا ايش، بس انه اذا عايزه شيء ما رح تقعدي بلي. يعني اذا ما عندك مايو معقوله ما تشتري مايو، بدك تشتري مايو ببادجت يلي انت هلا مسموح لك. انا بدي اتشكر حضورك معنا كثير غنوة كساب، ومثل ما قلت الاسبوع الجاي بعتقد حلقه بتهم كثير من اللي عم يتابعونا على الاستاديون يختاروا يعني مايو، ما عم بعرف شو بالعربي توني نقولها، ساعدني. المايو ليه بدي اقولها بالعربي؟ خلص مايو سويم سوت، لباس البحر. لباس البحر، مرسي توني. تحياتي لك مخرجنا لليوم، واكيد مشاهدينا فاصل ومنتابع لباس البحر مش مزبوط.